للأشخاص اللي يبحثون عن شاشة جيدة وكبيرة وبسعر مناسب، شنو رأيكم بشاشة بحجم 55 إنج من نوع LED داعمة لل 4K وال HDMI وال USB وغيرها، كل هذا وبسعر 299 ألف دينار عراقي؟ نعم سمعتوها صح، 299 ألف دينار عراقي. ومو هذا فقط، الشاشة تجي بعرض خرافي، هدايا رهيبة تنتظركم عند الشراء. لمعرفة كل التفاصيل خليكم ويانا بفيديو اليوم، وبداية ولكل جديد اتأكدوا من الاشتراك ويانا بالقناة بالضغط على كلمة اشتراك أو سبسكرايب بالأحمر، وتفعيل جرس التنبيهات حتى تبقون بتواصل دائم مع كل جديد نقدمه أولا بأول. أهلا بكم بفيديو اليوم. السلام عليكم ورحمة الله، وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام. ويانا هذا اليوم مراجعة واستعراض شاشة رهيبة مع عرض رائع وياها، شاشة الريان اللي تيجي من موقع الريان للتسوق الألكتروني، الموقع الأول للتسوق بالعراق. فلكل الأشخاص اللي دائما يسألوني عن أفضل خيار اقتصادي لشراء شاشة للبيت، حقيقة هذا العرض وعن تجربة شخصية أشوفه أفضل ما يكون، وما أعتقد ممكن تحصلون مثله بأي مكان. العرض يقدم هذه الشاشة العملاقة مع هدايا جدا راقية، واللي هي ساتلايت فول اتش دي، ستاند للشاشة لتعليقها على الجدار، والهدية الثالثة واللي هي الأفضل جهاز تي في بوكس، واللي حيحول الشاشة إلى سمارت تي في وبنظام الأندرويد، وكل التطبيقات والألعاب ممكن تنزيلها وكذلك التسجيل بحسابات الجوجل وبكل سهولة، والتمتع حتى بالفيسبوك واليوتيوب، والأهم من كل هذا ولكل الأشخاص اللي يحبون يشغلون سينمانا على الشاشة الكبيرة، هذا الشيء مع شاشة الريان ممكن وبدون أي مشاكل، حتتمكنون من متابعة جميع برامجكم المفضلة من مسلسلات وأفلام على شاشة الريان العملاقة وبصورتها الخرافية. المواصفات التقنية لشاشة الريان اللي تشوفوها أمامكم هي من نوع LED بحجم 55 إنج، والدقة 3840 في 2160 بكسل، داعمة لل 4K أو الـ UHD الألترا HD، واللي تمنح دقة أكبر للصور والمحتوى المعروض على الشاشة. كذلك الشاشة داعمة للـ HDR، وتحتوي على مجموعة منافذ حتى تقدر تغطي توصيل أغلب الأجهزة مع الشاشة، منفذ USB وأربع منافذ HDMI، وكذلك منفذ أوبتيكل لتشغيل نظام المسرح المنزلي أو من خلال منفذ اللاين أوت. أبعاد الشاشة، تيجي الشاشة بعرض 124 سنتيم وارتفاعها 72 سنتيم، جهد التشغيل الكهربائي 100 إلى 240 فولت بتردد من 50 إلى 60 هرتز، أما معدل استهلاكها للطاقة ف 150 واط. أيضا ممكن توصيل اللابتوب على الشاشة حتى تقوم بمشاهدة محتوى اللابتوب وعرضه على الشاشة وبشكل أكبر، وكذلك تجربة هواتف سامسونج الديكس ممكن وبكل سهولة عرضها على الشاشة من خلال كيبل بسيط من تايب سي إلى الـ HDMI، وممكن أيضا توصيل ماوس للشاشة للتحكم بها بشكل أكبر. من الأمور اللي تشد انتباهك للشاشة طبعا دقة العرض والمحتوى المعروض بها بصورة مؤكدة، وكذلك الشاشة تجي مع إطار نحيف نوعا ما حول الشاشة تخليك تشوف المحتوى بشكل أكبر وأفضل، الألوان مشبعة على الشاشة واللي تمنح المستخدم تجربة مشاهدة رائعة، والحقيقة تجربتي إلها بالأيام السابقة تخليك تندهش من جمالية الشاشة مقارنة بالسعر البسيط اللي تجي بيه. أما بالحديث عن السماعات على هذه الشاشة فجيدة جدا، أكيد راح تملي الغرفة أو المكان اللي بيه الشاشة بالصوت، ومع ذلك فهي تمنح خيار إضافة مكبرات الصوت الخارجية من خلال المنافذ اللي موجودة بيها. طبعا الشاشة تجي مع ضمان من شركة الريان ولمدة سنتين، فشركة الريان متأكدة من جودة منتجاتها، ولذلك بشرائك لهذه الشاشة تكون مطمئن أكيد بسبب الضمان. والجميل بالضمان أنه بالسنة الأولى يتم استبدال الشاشة إذا كان بيها خلل مصنعي، وبالنسبة للسنة الثانية صيانة، والحقيقة نادرا ما نشوف ضمان سنتين على الأجهزة، أو يمكن إلى الآن ماكو شركة تمنح ضمان السنتين على المنتجات مثل شركة الريان واللي تقدم سنتين ضمان على هذه الشاشة. فسعر اقتصادي لشاشة عملاقة بمواصفات عالية مع هذا العرض الرائع، كل هذا يخليني أنصح بهذه الشاشة والعرض بشكل مؤكد.
وخلوني أتكلم أيضاً عن الهدايا اللي تيجي مع الشاشة، واللي هي أولاً جهاز الستلايت عالي الوضوح HD واللي هو iStar. ستلايت صغير ممكن تربطه بالشاشة بدون أن يأخذ أي مساحة، وهذا الشيء أفضل من الستلايت الكبير اللي يكون مزعج بسبب حجمه. فالشركات حالياً اتجهت إلى تصغير أحجام الستلايتات بشكل مؤكد. أيضاً الهدية الأخرى واللي هي أفضل هدية بالعرض TV Box. هذا الجهاز الصغير حيغير تجربة الاستخدام للشاشة بشكل كامل، لأن بمجرد ربطه بالشاشة حتتحول إلى سمارت TV وبتوصيله بالإنترنت خلص أمورك كلها تمام. حتتمكن الآن من مشاهدة كل شيء على الشاشة وبكبسة زر. جهاز TV Box مثل ما تشوفون حجمه صغير، وأيضا ممكن أن تربطه بالشاشة دون أن يأخذ أي مساحة، ويحتوي على مجموعة منافذ مثل HDMI ومنافذ الصوت والUSB، وبإمكانك ربطه بالإنترنت سواء بالكيبل منفذ الإثرنت بورت أو بصورة لاسلكية من خلال شبكة الواي فاي. وطبعا يحتوي على 4 منافذ USB Type-A وكذلك منفذ بطاقة SD كارد لعرض محتوى بطاقات الذاكرة. أيضا هذا الجهاز TV Box يعرض محتوى 4K بدون أي مشاكل، وأيضا يجي مع البوكس كيبل HDMI لربطه مع الشاشة، والتحكم أكيد من خلال الريموت كنترول المرفق بالبوكس. ما ننسى أيضا الستاند اللي يجي أيضا هدية مع الشاشة لتعليقها على الجدار إذا حبيتوا هذا الشيء. وطبعا من خلال TV Box حتتمكن من تنزيل كافة التطبيقات مثل الفيسبوك واليوتيوب وسينمانا. وبالنسبة لتجربتي مع تطبيق سينمانا كانت التجربة جدا رائعة، وتقريبا مثل تجربتي على ستلايت شبكتي سينمانا، واللي يجي بسعر غالي مقارنة بهذا المنتج الرائع والعرض المجاني مع شاشة الريان. وبالنسبة لتصفح محتوى سينمانا وبقية التطبيقات ممكن من خلال نفس ريموت TV Box، لكن إذا وصلنا ماوس للTV Box حتكون التجربة أفضل وأسهل بالتحكم والعرض، وبالاعتماد على قوة شبكة الإنترنت اللي عندك. إذا كان الإنترنت قوي حتتمكن من ضبط إعدادات دقة عرض سينمانا على 1080. والآن خلوني أنطيكم الكونكلوجن وملخص تجربتي الشخصية مع شاشة الريان. هذه الشاشة على سعرها، على حجمها، على المميزات اللي وياها، والعرض الأكثر من رائع اللي يجي بيها، أقدر أقول إنه هي أفضل خيار لجميع الأشخاص اللي يحبون يشترون شاشة كبيرة وبسعر اقتصادي، لأن سعرها والعرض اللي وياها يخليها لا تقاوم. لا تنسى إنه وياك ضمان سنتين على الشاشة، فهذا شيء أبداً مقليل. إضافة لكل هذا، بشرائك لهذه الشاشة واشتراكك بهذا العرض حيدخل اسمك بقرعة لربح كوبون هدية بقيمة 50,000 تقدر تستخدمها عند الفوز بالشراء التالي من موقع وتطبيق الريان. هذا العرض لفترة محدودة، فإذا كنت تحب الشراء تواصل الآن مع الريان واطلب هذا العرض ويوصلك الباب بيتك والدفع عند الاستلام. وخلص وصلنا وياكم إلى نهاية هذا الفيديو. إذا كان لديكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تتواصلون وياي على حساباتي على الفيسبوك أو الإنستغرام، وتركوا تعليقاتكم بالأسفل. معلومات الطلب والاستفسار راح أتركها بصندوق الوصف. لكل جديد ومفيد تأكدوا دائما من الاشتراك ويانا بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نلتقي بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.